مساء الخير، انا نبيله هلال. هشرح لكم النهارده المالجنانت ليمفوما. محاضره طويله بس سهله وان شاء الله تفهموها مني. المالجنانت ليمفوما ليه سميناها مالجنانت ليمفوما؟ مالجنانت علشان حاجه uncontrolled growth، في imbalance في السيل سايكل وفي زياده في البروليفريشن، الخلايا بيتضاعف عددها، بيزيد حجمها بشكل مش طبيعي، بيقل الابوبتوزس، وعندها ability ان هي تسبريد اوتسايد المكان اللي هي فيه. يعني ده مثلا مالجنانت ليمفوما، فعندها ability ان هي تسبريد اوتسايد الليمف نودز. النهارده هنشوف بس الحاجات اللي هنقولها مع بعض. هنقول introduction بسيطه ان شاء الله تفهموها، وهنقول النون هاجكن ليمفوما والهاجكن ليمفوما. النون هاجكن ليمفوما والهاجكن ليمفوما دي الانواع بتاعه المالجنانت ليمفوما. بس تعالوا نقول مع بعض كده بسرعه. النيوبلاستيك بروليفريشن بتاعه الوايت سيلز بتكون 3، ليمفويد او مايلويد او هيستيوسيتك. تمام، الليمفويد دي بتانفولف الليمف نودز والاكسترا نودال سايتس، يعني بتكون في الليمف نودز. تمام، والمايلويد دي اللي هي اللوكيميا، بتانفولف الاول بلاد سيلز والبونر والبريفرال بلاد. تمام، الليمفوما ممكن تتقسم على حسب الكلينيكال يوز لحاجتين، اندولنت واجريسيف. الاندولنت دي الحاجه اللو جريد، حاجه كسلانه بتاخد وقت طويل في جسم الانسان على ما بيحصل لها، على ما بتتطور وتعمل مشاكل، بس للاسف هي نوت كيرابل، مش بتتعالج للاسف. والاجريسيف اللي هي هاي جريد، بتكون سريعه في جسم الانسان، بتعمل اللي هي خطورتها بتيجي بسرعه، حاجه مالجنانت زي ما بيقولوا، رابيد كلينيكال بروجريشن. بس الحاجه البوست فيها ان هي بتتعالج، بس هي كده كده حاجه سيئه يعني، بس بتتعالج بالكيمو ثيرابي. تمام، وده حاجه تحت الميكروسكوب. الليمفويد نيوبلازمز، الليمفويد سيلز اصلا هي اي بي سيلز وتي سيلز والناتشرال كيلرز. الليمفويد نيوبلازمز اكتر حاجه كومون فيها، الموست كومون بالتيومرز بتاعت البي سيلز في الويسترن بليسز، في الويسترن كارترز بتكون من 80 لـ85%. تمام، البي سيلز والتي سيلز دي تيومر موجوده بقى بتارستد في سبيسيفيك ستيجز خلال الديفرنشيشن باسوي بتاعتها، يعني مش بعد ما بيحصل لها ماتيور، لا قفل وهي لسه بيحصل لها ديفرنشيشن. تمام، في ماركرز للبي سيلز والتي سيلز تيومرز عشان تفرقها، يعني في ماركرز للبي سيلز اللي هي السي دي 10 و19 و20 والاميونو جلوبينز. الماركرز دي بنقدر نفرق بيها دي سيل فيها تيومر بتاعت بي سيل ولا بي سيل طبيعيه. تمام، زيها في برضو في التي سيل بيحصل لها ايدنتيفايد باي السي دي 2 و3 و4 و7 و8. تمام، 2 سي دي 2 و3 و4 و7 و8. ممكن نسكمها مثلا نقول البي سيلز بتاخد الارقام الكبيره اللي هي 10 و19 و20، والاميونوجلوبيولينز، الاميونوجلوبيولينز دي حاجه سبيسيفيك بالبي سيل اصلا، يعني البي سيلز هي بتعملها، والتي سيلز الارقام الصغيره الاقل من 10 2 و3 و4 و8 و7. تمام، الثلاث البوينتس اللي جايه دي مهمه جدا، ركزوا فيها عشان هي دي اللي فيها اساسا الموضوع كله. الاماتيور تي والبي سيلز اللي هي الليمفو بلاس اللي هي لسه في ما حصلهاش ماتيور، بتريليز انزيم اسمه تيرمينال دي اوكسي ترانسفيريز. الانزيم ده بنقدر نميز بيه اذا كانت دي اماتيور بي وتي سيل اللي هي الليمفوسايت ولا ماتيور بي وتي سيل. ممكن برضو نفرق بين الاماتيور تي والبي سيل عن الاماتيور مايلويد سيلز. تمام، الانزيم ده اسمه تيرمينال دي اوكسي ترانسفيريز تي دي تي. تمام، وهنلاقي الاول ليمفويد، هنبدا دلوقتي في الميكانيزم مهمه جدا. الاول ليمفويد نيوبلازمز كلها بتتكون من سنجل ترانسفورمد سيل، خليه واحده بيحصل لها بروليفريشن عالي جدا، بيحصل لها كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كده من الانتيجين ريسبتور جين، عشان كده هي مونو كلونال، يعني بتيجي من خليه واحده سنجل ترانسفورمد سيل، فهي بتبقى مونو كلونال. تمام، خلال الديفرنشيشن بتاع
البريكيرسور في والتي سيلز في ريارنجمنت للانتيجين ريسبتور جين، يعني بيحصل ريارنجمنت للانتيجين ريسبتور جين عشان تكون الخليه. ده احنا لسه في مرحله الديفرنشيشن، وزي ما احنا قلنا ان التيومر ده اصلا بيحصل في مرحله الديفرنشيشن مش بعد ما بيحصل لها ماتيور. تمام، البروسيس دي بتخلينا نتاكد ان الليمفوسايت بتكون سنجل ويونيك انتيجين ريسبتور، يعني بتيجي بتعمل خليه واحده، خليه واحده مش بتكون يعني مش بيبقى في حاجه تانية زيها، عشان كده المفروض ان كل خليه لا تشبه الاخرى زي ما بيقولوا. تمام، علشان الانتيجين ريسبتور جين ري ارينجمنت ده بيحصل له ترانسفورميشن، تمام، فالخليه التانية بيحصل ايه؟ بيحصل مالجنانت بروجينيتور شير، بتعمل سيم انتيجين ريسبتور جين، فبيحصل كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كده من السنجل من الخليه دي، فبيحصل configuration we senses identical antigen receptor proteins، يعني الخليه بتكون متماثله، بروليفريشن شغال عمال على البطال زي ما بيقولوا، حاجه شغاله كده بتعمل بروليفريشن، فالخليه بيزيد عددها، بيقل الابوبتوزس، بيبقى في imbalance في السيل سايكل و uncontrolled growth، سواء كانت immunoglobulins اللي هي تبع البي سيلز او تي سيلز ريسبتورز. تمام، هنشرح دلوقتي انواع النون هودجكن لينفوما. احنا قلنا اصلا المالينت لينفوما بتكون هودجكن لينفوما ونون هودجكن لينفوما، هنشرح دلوقتي الهودجكن لينفوما ليها ثلاث انواع، فوليكولار لينفوما وديفيوز لارج بي سيل لينفوما والبريكت لينفوما. تمام، الفوليكولار لينفوما هنلاقي فيها بوينتس مهمه جدا، هنلاقي ان هي كومن نيوبلازم في اليونايتد ستيتس. تمام، وهنلاقي ان الناس اللي عندها 60 سنه دول الموست كومون بيحصل، يعني الناس اللي عندها 60 سنه دول اكتر ناس بيجي لها فوليكولار لينفوما، البيك انسنس عند الناس اللي عندها 60 سنه. تمام، وهنلاقي ان الفوليكل او الجيرمينال سنترز دي بتكون مكونه من حاجتين، سنتروبلاست وسنتروسايتس. السنتروبلاست دي لارج راوند سيلز، خلايا كبيره مدوره، لكن السنتروسايت دي خلايا اصغر منها وعندها نيوكلويد بتاعتها الريجولار او كليفد، الريجولار او كليفد نيوكلويد. تمام، هنشرح المورفولوجي بتاعه، هنلاقي الليمفوز اللي بيحصل لها بتافكتد بالفوليكولار ليمفوما بيحصل لها بروليفريشن طبيعي عشان هو مالجنانت ليمفوما. تمام، بيكون عندها ديستنكت نودولار ابييرنس اندر لوور، تحت الميكروسكوب بيظهروا بشكل واضح جدا بنودولار ابييرنس، لكن التيومر سيلز دي اساسا بتشبه الجيرمينال بي سيلز، التيومر سيلز بتشبه الجيرمينال بي سيلز، دي حاجه كده يعني معلومه تعرفوها. وهنتكلم دلوقتي عن السنتروسايتس والسنتروبلاست اللي بيحصل لهم بروليفريشن، يعني الحاجات اللي بيحصل لها بروليفريشن. السنتروسايت دي هنقسمها لستة بوينت مهمين، هنقول ايه؟ هنقول ان هي الموست كومون بريدومينانت نيوبلاستيك سيلز هي السنتروسايتس. تمام، دي مهمه جدا على فكره، فيها الموست كومن بريدومينانت نيوبلاستيك سيلز السنتروسايتس، واكبر من الريستنج ليمفوسايتس، اكبر من الليمفوسايتس العاديه، يعني هي حاجه حصل لها بروليفريشن فهي بتبقى اكبر من الريستنج ليمفوسايتس. تمام، والنيوكلويد بتاعتها بتكون انجولار او كليفد يعني مشقوقه، احنا قلنا اساسا الريجولار، والنيوكلويد بتاعتها بتكون كاركترايز باي برومينانت ايدنتيشن ولينير انفولدنج، حاجه شكلها الريجولار فيها حاجات كتيره جدا مانيفيستيشن كتيره جدا. تمام، والكروماتين بتاعها بيكون كورس وكوندنسد، بيكون غليظ سميك واضح كده. تمام، والنيوكلاي بتاعتها بيكون اندستنكت مش واضحه، هي اساسا الخليه متدمره، يعني الريجولار النيوكلاي بتاعتها الريجولار وممكن تكون فيها كليفد، فالنيوكلاي بتاعتها بتكون اندستنكت. تمام، هنشرح دلوقتي السنتروبلاستس. السنتروبلاستس دي احنا قلنا ان هي بتكون راوند ولارج. تمام، هي اصلا بنلاقيها تحت الميكروسكوب بتكون ميكسد مع اعداد كبيره جدا من السنتروسايتس، طبيعي ما هم خلايا بتكون مع بعضها اساسا. تمام، السنتروبلاستس دي بيكون حجمها من 3 4 مرات من حجم الريستنج ليمفوسايتس، يعني الليمفوسايتس العاديه، يعني دي يعني السنتروسايت بيكون حجمها اكبر من الليمفوسايت، لكن السنتروبلاست دي اكبر واكبر كمان، دي اكبر منها 3 4 مرات. تمام، والكروماتين بتاعها بيكون فيزيكولر،
تمام. وعندها يعني احنا قلنا سنترو سايت النيوكيولاي بتاعتها بتكون اندسنكت مش واضحه، لكن السنترو بلس لا بالعكس بقى، ده عندها سيفرال نيوكيولاي، عندها خلايا عندها نيوكيولاي كتير تمام. وعندها مودست اماونت سيتوبلازم يعني عدد لا باس به من السيتوبلازم يعني زي ما بيقول، وبتكون عندها مايتوتيكالي اكتيف سيلز فاوند ويز نورمال جيرمينال سنتر تمام. دي معلومه برضو كده يعني. الاميونوفينوتايب يعني ايه اميونوفينوتايب؟ اميونوفينوتايب ده حاجه ماركر كده، حاجه لما نشوفها نقول المريض ده ايوه المريض ده عنده صح، ده عنده الفولكولار ليمفوما تمام. هنلاقي حاجه اسمها بي سي ال 2 نيجاتيف. البي سي ال 2 دي عيله من البروتينات بتكون مسؤوله عن الابوبتوزس، مش هنلاقيها موجوده. فلما ما لقيهاش موجوده ده ماركر ان ايوه المريض ده ممكن يكون عنده فولكولار ليمفوما فعلا تمام. ونلاقي ان الفوليكولار ليمفوما ده اندولنت، اندولنت يعني نوت ايزلي كيورابل، مش بيتعالج بسهوله اصلا تمام. بس هنلاقي ان 40% من البيشنت اللي عندهم فوليكولار ليمفوما حالتهم بتتطور عشان تبقى ديفيوز لارج بيس ليمفوما. طب دي حاجه كويسه، ده ممكن يديهم فرصه للعلاج ويز اور ويزاوت تريتمنت، ممكن يديهم فرصه للعلاج تمام. سهل جدا على فكره. هنكمل دلوقتي شرح الديفيوز لارج بي سيل لينفوما. بي سيل لينفوما اللي هو النوع الثاني من النون هاجيكال لينفوما. هنلاقي برضو ليها ثلاثة سبيشالايز كده بوينتس مهمة خاصة بيها يعني. هو اسمه ديفيوز يبقى ديفيوز جروس باتر. هو مالجنانت لينفوما يبقى اجريسيف كلينيكال هيستوري تمام. هنلاقي بقى في نقطة مهمة اللي هي 50% من الادلت اللي عندهم نون هاجيكال لينفوما بيكونوا عندهم ديفيوز لارج بي سيل لينفوما تمام. يعني في الادلت مثلا اللي عندهم نون هاجيكال لينفوما 50% بحالهم الناس دي عندها ديفيوز لارج بي سي ال لينفوما، بي سي بي سي لينفوما تمام. المورفولوجي بتاعها سهل برضو جميل. النيوكلاي بتكون النيوكلاي بتاعه النيوبلازم اللي هو البي سي لينفوما ده بتكون لارج، بيكون حجمها 3-4 مرات من حجم الليمفوسايت العاديه. ايه ده الكلمه دي فكرتنا بايه؟ هتفكرنا بالسنترو بلاسس، حجمها بيكون 3-4 مرات من الريستنج ليمفوسايت تمام. هنلاقي ان الكلاي دي ممكن تاخد فرايتي اوف فورمز، ليها اشكال كتير تمام. السيتوبلازم بيكون بيل ومودست في الفوليوم، بيكون باهت وحجمه مش كتير. والسيل بيكون شبه السنترو بلاس عشان احنا لسه قايلين دلوقتي حجمها 3-4 مرات من حجم الليمفوسايت العاديه تمام. فانواع تانية من التيومرز في الديفيوز لارج بي سيل لينفوما برضو ممكن تكون الخليه راوند ويز راوند او الريجولار او كليفد نيوكلاي. النيوكلاي بتاعتها ممكن تكون راوند او الريجولار او كليفد، بدينا اشكال كتير عشان احنا قلنا اساسا عندها فرايتي اوف فورمز تمام. وعندها ديسبريست كروماتين، الكروماتين بتاعها بيكون منتشر في الخليه. وعندها سيفرال ديستنكت نيوكلاي سيفرال ديستنكت نيوكلاي بريدومينيت، عشان احنا قلنا اساسا في السنترو بلاسس بيكون فيها سيفرال نيوكلاي وبتكون ديستنكت واضحه تمام. لكن في انواع تانية من التيومرز السيل بتكون راوند مالتي لوبيوليت، بيكون عندها راوند مالتي لوبيوليتد لارج فيزيكولار نيوكلاس. النيوكلاي بتاعتها بتكون راوند او مالتي لوبيوليتد مجزأة الاقسام يعني متقسمه لكذا لوبيول لارج فيزيكولار نيوكلاس. عندها واحد او اتنين سنترال بروميننت نيوكيولاي تمام. عندها واحد او اتنين ممكن يكون في اباندنت سيتوبلازم، بيكون سيتوبلازم كتير، ممكن يكون ديبلي ستيننج او ممكن يكون بايرينينوفيلك. دي في حاجه اسمها بايرينين، دي صبغه بتصبغ الار ان اي، بيكون بايرينينوفيلك بيكون يعني قابل ان هو يتصبغ بالصبغه دي او كلير. الخلايا دي اساسا بتكون شبه الاميونو بلس تمام. الاميونو فينو طيب ايه الماركرز اللي موجوده اللي نقدر نقول ان المريض ده ايوه عنده ديفيوز لارج بي سي ال لينفوما؟ احنا قلنا ما دام في بي سيل يبقى لازم يكون في اميونوجلوبولين. هنلاقي في اميونوجلوبولين ام واميونوجلوبولين جي وبي لايت تشينز تمام. وهنلاقي ان هو بيكسبريس برضو البان بي سيل انتيجين. في حاجه اسمها بان بي سيل انتيجين، دي اللي هي سي دي 19 و20 و79 ايه تمام. هنقول التاني ايه؟ هنقول اميونوفينوتايب بتاعها
بي اكسبريس الميونوجلوبولين ام والجي واللايت تشين، تمام، بلس ان هو بي اكسبريس البان بي سيل انتيجنز اللي هي سي 19 و20 و79 اي. تمام، البروجنوزز اللي ممكن يحصل للمريض اللي عنده ديفيوز لارج بي سي ال لمفوما ده، بي سي ال لمفوما ده اللي ممكن يحصل له، هيخف مش هيخف، ممكن يتعالج ممكن ما يتعالجش، هيموت مش هي... كده يعني. هنلاقي ان اساسا التيومر ده اجريسيف جدا وبيكون رابيدلي فيتال، بيموت بسرعه فلازم يتعالج بسرعه. تمام، لكن في فرصه للعلاج بس مش كبيره. بس على العكس يعني في امراض تانية ما لهاش فرصه للعلاج زي الفوليكولار لينفوما والاس ال ال والسي ال ال، دول صعب جدا ان هم يتعالجوا، بس في فرصه للفوليكولار لينفوما ان هو يتعالج لما يتحول للديفيوز لارج بي سي بي سيل لينفوما. بس برضو فرصه علاج الديفيوز لارج بي سيل لينفوما دي صعبه لان هو رابيدلي فيتال واجريسيف. تمام، بس مازال في فرصه. تمام، هنشرح دلوقتي البركت لينفوما. البركت لينفوما ده النوع الثالث من النون هودجكن لينفوما. البركت لينفوما دي بتكون انديميك او سبرادك. انديميك دي يعني بؤره، البؤره بتاعتها المكان اساسا اللي موجود اصل المرض ده في السنترال افريكا عند الاطفال، بتكون عند ده اساسا الموست كومون تشايلد هود مالجنسي بيحصل. دي بوينت على فكره مهمه جدا بجد، يعني البركت لينفوما دي هنلاقي فيها بوينتس مهمه جدا، يعني ركزوا فيها. هنلاقي رقم واحد اول بوينت مهمه ان هو الموست كومون تشايلد هود مالجنسي في السنترال افريكا. تمام، البيك انسيدنس عنده بتكون عند الاطفال اللي عندهم من 3 ل 7 سنين. تمام، لكن لما بيكون سبرادك، سبرادك ده يعني احنا قلنا المرض في اماكن منتشره من العالم بقى، يعني مش بؤره معينه فيها ناس كتيره قوي، لا يعني اماكن مختلفه من العالم بيكون فيها اعداد يعني بس مش كتيره زي الانديميك. بيكون موجود فين؟ في الويسترن، في الويسترن ارياز especially the United States. تمام، اساسا البركت لينفوما ده بيكون مسؤول عام من 1-2% من اللينفوما كلهم، يعني الناس اللي عندهم لينفوما بيكون واحد بيكون بنسبه من 1-2% بيكون عندهم بركت لينفوما. تمام، هنيجي للناحيه الهيستولوجي، هنلاقي ان الانديميك والسبرادك دول بيكونوا ايدنتيكال يعني شبه بعض تحت الميكروسكوب من ناحيه الهيستولوجي، لكن من ناحيه الكلينيكال والفيرولوجيك بيكون طبعا مختلفين، يعني اثارهم على الجسم المانيفيستاشن بتاعتهم عملوا ايه في الانسان اكيد مختلفه. والفيرولوجيك الفيروسيه ليه بقى، ليه قلنا فيروس، ايه علاقه الفيروس بالموضوع؟ هنلاقي في حاجه اسمها ايبشتاين بار فيروس. ايبشتاين بار فيروس ده اكتشفه عالم بريطاني، اكتشفه في الاول كان فاكر ان هو المسؤول عن البركت لينفوما بس ما طلعش هو المسؤول يعني. لكن هنقول الايبشتاين بار فيروس ده موجود في كل حالات الانديميك لينفوما، يعني هي الانديميك لينفوما دي اللي هي بؤره المرض، اول حاجه كي فيها المرض فهو موجود في كل الحالات بتاعه البركت لينفوما اللي هي الانديميك. عشان كده العالم ده كان فاكر ان الايبشتاين بار فيروس ده هو المسؤول عن المرض ده، لكن ما طلعش هو لوحده. تمام، لكن في الاماكن اللي هي السبرادك، في السبرادك تايب بيكون 30% بس من الناس عندهم الفيروس ده اللي هو اسمه ايبشتاين بار فيروس. تمام، 30% من السبرادك عندهم الايبشتاين، لكن كل الانديميك عندهم الايبشتاين بار فيروس، ايبشتاين بار فيروس. تمام، هنشرح دلوقتي المورفولوجي بتاعه، والله سهل وجميل. هنلاقي ان البركت لينفوما ده بيعمل اكسترا نودال تيومرز اكتر من الليمفادونوباسي. ليه؟ يعني ايه قصده ايه بالكلام ده؟ يعني هو بيعمل التيومرز بتكون مش في الليمف نودز بس، ممكن تكون في اماكن مختلفه من الجسم، في الوش، في الايد، في الرجل كده يعني. تمام، هنلاقي دلوقتي في حاجة مهمة جدا على فكرة، بيقول انه هاي ريسك سنترال نيرفس سيستم. يعني ايه؟ يعني دي حاجة مهمة جدا ممكن تيجي في الامس كيو، ممكن يجي يقول لكم ايه النيوبلازم اللي اكتر اللي بيكون فيه هاي ريسك للسنترال نيرفس سيستم، واحنا مغمضين هنختار البركت لينفوما. تمام، احنا قلنا ان هو بيختلفوا تحت بيختلفوا في الكلينيكال مانيفيستاشن. يعني ايه؟ يعني الانديميك بركت لينفوما ده اسمه ديستركتيف تيومر. يعني ايه ديستركتيف تيومر؟ يعني هو بيظهر المانيفيستاشن بتاعته بصوره مدمره جدا، يعني بيجي في الجوز والاذر فيشال بونز، بيجي في الفك، في عظام الفك وعظام الوش، بيبوظها زي ما احنا شايفين في الطفل الموجود هنا ده. الطفل ده من سنترال افريكا زي ما احنا شايفين كده، فعنده انديميك، فنوع انديميك، فيعني انديميك يعني ديستركتيف تيومر في الجوز، بيبوظ الفك خالص بيدمره والفيشيال بونز. تمام، لكن النوع السبراتيك بركت لينفوما ده بيكون المانيفيستاشن بتاعته بتكون موجوده في الابدومين، فبتعمل ابدومينال ماسز، تيومر في الابدومين يعني. تمام،
تمام فاهمين؟ يعني الانديميك بيكون ديستركتيف تيومر في الجوز والفيشيال بونز، لكن السبورادك بيكون في الابدومين فبيعمل ابدومينال ميسز. تمام. دلوقتي بقى التيومر سيلز اللي حصل لها بروليفريشن دي بتكون مونوتونس. يعني ايه مونوتونس؟ يعني سيم سايز، يعني لما بيحصل لها بروليفريشن بتكون كلها نفس الحجم، بيكون حجمها انترميديت ما بين حجم الليمفوسايتس العاديه اللي هي صغيره او اللارج نون كليفد سيلز. تمام. بيكون عنده راوند او اوفال نيوكيولاي فيها من 2 لـ 5 برومينانت نيوكيولاي. تمام. يعني الخليه، هنشرح الخليه، هنقول يعني الخليه بتكون عندها النيوكلاي بتاعتها راوند اور اوفال. تمام. بيكون جواها من 2 لـ 5 برومينانت نيوكيولاي. تمام. برومينانت واضحه. تمام. فيها هاي ميتوتيك ريت في هاي ميتوتيك ريت في التيومر ده بيعمل سيلدس. ده طبيعي، يعني الهاي ميتوتيك ريت سيلدس حاجه مالجنن. الهاي ميتوتيك ريت ده بيكون مسؤول عن وجود اعداد كبيره جدا من الماكروفاج ويز انجستد نيوكلار ديبرس. تمام. الماكروفاج الكتير ده بيكون الباك جراوند وراه بتاعته بتكون كلير. تمام. بيناين ماكروفاجز بيكون الباك جراوند بتاعتها كلير، كلير سبيس، فبتعمل حاجه اسمها ستاري سكاي باترن، يعني حاجه شبه السما صافيه. يعني السما لما بتكون صافيه بتكون ما في كلير وفيها نجوم، نجوم واضحه، فهي بتعمل حاجه اسمها ستاري سكاي ساين باترن زي احنا شايفين كده في الصوره دي. تمام. الامنيونوفينوتايب ايه الماركرز اللي موجوده فيها اللي لما نشوفها هنقول المريض ده ايوه صح عنده بركه لمفوما. هنلاقي حاجه اسمها ام واي سي جين. الام واي سي جين ده جين موجود على الكروموسوم رقم 8. هنلاقي ان الجين ده في ترانسفورمينج اكتيفيتي، بيتحول حاجه تانية. تمام. ام واي سي جين موجود على الكروموسوم رقم 8 في بوتنت ترانسفورمينج اكتيفيتي، بيكون اكتيفيتي واضح جدا. تمام. وبي اكسبريس سيرفز اميونوجلوبولين ام والبان بي سيل ماركرز سي دي 19 و20 و22، لكن كان في ديفيوز لارج بي سيل لينفوما كان 19 و20 و79 اي. تمام. وفي سي دي 10 اللي هو بتاع البي سيل العادي. تمام. دلوقتي هنقول البروجنوزز، يعني المريض اللي خلاص، المريض ده بقى خلاص اكتشفنا ان هو فعلا عنده البركة لينفوما، ايه بقى اللي هيحصل له؟ هيتعالج ولا مش هيتعالج؟ هنلاقي ان البركة لينفوما ده من انواع النيوبلازم اللي هي بتكون هاي جريد، يعني سريعه، يعتبر اصلا اسرع جروين، اسرع نيوبلازم في الهيومن، يعني ذا فاستست جروينج هيومن نيوبلازم، اسرع نيوبلازم موجود. تمام. تريتد باي فيري اجريسيف كيموثيرابي، عشان هو سريع وهاي جريد فبيتعالج باجريسيف كيموثيرابي. بس حاجه بوزيتيف موجوده فيه، يعني ان البيشنت اللي ممكن يتعالجوا اكبر عدد من البيشنت ممكن يتعالج بس يتلحق يعني. تمام. احنا النهارده شرحنا ال نون هوجك الليمفوما، وقلنا ان هي ليها 3 انواع: فوليكولار الليمفوما وديفيوز لارج بيس الليمفوما والبركت الليمفوما. وقلنا الفوليكولار الليمفوما زي ما احنا شايفين كده الفوليكلز وفيها سنتروبلاستس وسنتروسايتس. تمام. وقلنا الديفيوز لارج بيس الليمفوما ان هي عندها ديفيوز جروث باترن واجريسيف كلينيكال هيستوري، و50% من الادلت اللي عندهم نون هاجك الليمفوما بيكونوا ديفيوز لارج بي سيل الليمفوما. تمام. وشرحنا المورفولوجي بتاعه والميونوفينوتايب، وقلنا البركت الليمفوما، وحطينا بوينتس مهمه جدا هعيدها معاكم، ان الانديميك ده الموست كومن تشايلد هود مالجنسي في السنترال افريكا، الانديميك بتاع البركت الليمفوما. تمام. و قلنا ان من ناحيه الهيستولوجي الانديميك والسبراتيك ايدنتيكال، لكن من ناحيه الكلينيكال والفيرولوجيك بيكونوا مختلفين، والمسؤول عن الانديميك بركه الليمفوما بيكون الايبشتاين بار فيروس. تمام. وفرقنا بالانديميك والسبراتيك ان الانديميك بيكون ديستركتيف تيومر في الفيس والسبراتيك بيكون في الابدو. تمام. وقلنا حاجه مهمه جدا اسمها ستيري سكاي باترن، دي موجوده في ايه؟ في البركت ليمفوما، حاجه اسمها ستيري سكاي باترن اللي مسؤوله عنها البيناين ماكروفاج كتير وكلير سبيس الباك جراوند بتاعتها، فبتعمل حاجه اسمها ستيري سكاي باترن. وقلنا الامينوفينوتايب والبروجنوزس بتاعها